بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. سنبدأ الآن حديثنا حول شرح دليل استخدام الخط العربي في الحاسوب، وهو عبارة عن دليل مكون من 80 صفحة تقريبا. حاولت أن أتجنب فيها كثرة الكتابات والنصوص من أجل التسهيل على القارئ فيما لو أراد قراءتها أو استخدامها منفصلة، وهي موجودة على موقعي الشخصي www.yusufr.com كما هو موجود في أكثر من مكان. بالنسبة لفهرس المحتويات وما يحتوي هذا الدليل، أولا سأتحدث عن سبب كتابة هذا الدليل أو الحاجة إلى هذا الدليل، ثم سأتحدث عن الأهداف والتوجهات، وأتحدث على عجالة حول الأبجدية العربية، ثم سأخوض في الشرح حول الحرف وتشريحه مطولا قليلا، ثم سأنتقل إلى موضوع سماكة الخطوط وعلاقتها بالخطوط ووضوحها، ثم سأخوض في شرح في عملية تشريح الخطوط وكيفية تفصيلها ودراستها دراسة تفصيلية جيدة جدا، ثم سأتحدث عن ميزان الخط وكيفية استخراجه من الخط وكيفية استيعابه، والذي سيساعدنا بشدة فيما لو أردنا تصميم خطوط أخرى جديدة. ثم سأتحدث حول موضوع أنواع الخطوط في الحاسوب وشخصنة الخطوط، وهذا موضوع مهم جدا، ولا بد من الاستعانة بالله أولا طبعا، ثم بهذه السلسلة التي تشرح دليل استخدام الخط العربي، لأنني كنت قد وضعت أنواع الخطوط ووصف لها أو تسمية لها، لكني لم أتحدث عن شرحها. لذلك من الأفضل الاستماع والاستمرار للمقاطع التعليمية المكملة لهذا الدليل أو لهذا الشرح. ثم سأتحدث عن الخط الأفضل، هل هناك خط أفضل أم لا، وهل هناك خط مثالي أم لا. سأتحدث عن الموضع المكاني للخط والحالات التي تفرض نفسها على الخط وكيفية استخدامه أو الظروف المحيطة به. ثم سأتحدث حول موضوع مزاوجة الخطوط العربية مع الخطوط اللاتينية في حال احتجنا مثلا لعمل مقال أو تصميم في معين أو تحريك معين يحتوي على الخطوط العربية والخطوط اللاتينية، سواء كانت فرنسية إسبانية إنجليزية أو ما إلى ذلك، وكيفية استخدام خطوط عربية مناسبة من أجل الحفاظ على التوازن في العمل الفني ككل. ثم سأتحدث عن كيفية معرفة مدى وضوح الخطوط، فبعد عملية تصميم الخط أو استخدام الخطوط المعينة، ما هو المقياس لمعرفة مدى الخط ومدى وضوحه. ثم سأتحدث عن نصائح وإرشادات مختلفة، وهي نصائح مهمة جدا، أتمنى أن تكون مفيدة لكم وأن يتم استيعابها بطريقة ممتازة. ثم سأضع في نهاية هذا العمل تدريب بسيط من أجل المحاكاة الذهنية لكل ما سبق ذكره. هذه بعض المعلومات عني، بإمكانكم الاطلاع عليها من خلال موقع يوسف آرت الشخصي أو من خلال قراءة المقال. سأتحدث الآن حول الحاجة إلى هذا الدليل أو سبب كتابة هذا الدليل. لقد بدأت في العمل الفني منذ عام 1998، أي قبل حوالي 14 عاما، وكانت في بداية في مجال الخط العربي، حيث عملت خطاطا ومنفذا للأعمال الفنية في إحدى المشاغل في عمان. ثم تعلمت استخدام الكمبيوتر والتصميم، وأمضيت ما يعادل 8 سنوات في مجال الإخراج الفني في عدة مجالات مختلفة، منها التعليم الإلكتروني وتصميم الإعلانات وتصميم الإعلانات المتحركة والعديد من الأعمال. وكنت دائما ما أستشعر حاجة مستخدمي الحاسوب العرب
لدليل وخصوصا المصممين إلى دليل يشرح لهم كيفية استخدام الخط العربي بطريقة مناسبة. فكثيرا ما كنت أشعر بضعف التصاميم أو ضعف استخدامات الخطوط العربية لهم، وكنت أعذرهم لأنه لا يوجد لديهم دليل أو مرجع يمكن الاستعانة به من أجل تصحيح أخطائهم أو استخدام الخط العربي بطريقة تظهر روعة الخط العربي، تظهر وبيان متانة هندسته، فهو يحتوي على هندسات رائعة جدا، وخطوطه الرقيقة الشفافة الجميلة جدا، وحركاته المتنوعة، ومدى مرونته وقدرته على التشكل كالصلصال بين يدي مستخدمه، بالإضافة لقدرته على التفاعل مع التصاميم الحديثة أيا كانت. هذا هو سبب الكتابة، أنني وجدت فراغ وأحببت أن أدلي ما لدي من معلومات، وأسأل الله أن يكون قد وفقني بذلك.